ازيكم يا بنات، اهلا بكم تاني في القناه. انا نوج، والنهارده اخيرا عندنا فيديو روتين شعري. فلو عايزه تعرفي انا بعمل ايه بالظبط، قصه اللي حصل في شعري، كل الحاجات اللي انا بستخدمها، يعني مفيش حاجه مش هتبقى كفرد في الفيديو ده. هنتكلم عن كل حاجه انت ممكن تتخيلها. الفيديو ممكن يبقى طويل شويه، بس صدقوني يعني بصوا الخلاصه، جايبه لكم الخلاصه بتاعه سنه كاملة. فمش عايزه اطول عليكم، لو عايزه تعرفي ايه هو روتين شعري كملي الفيديو للاخر. وقبل ما نبدا تنسيش تعملي لايك للفيديو دوت لو عجبك، سيبي لي كومنت برايك، واهم حاجه اشتركي في القناه او اعملي سبسكرايب ودوسي على علامه الجرس علشان يوصل لك اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. اول كلمه لازم تطلع من بقي قبل ما نخش في التفاصيل، مبدئيا الروتين ده هيمشي مع ناس كتير، بس اللي اكيد هيمشي معاهم الناس اللي شعرهم زي شعري. يعني انا شعري جاف، اللي شعرها جاف هتدعي لي، اللي شعرها دهني 70% من الحاجات اللي انا، مش 70%، هنقول 50% من البرودكتس ممكن ما تمشيش معاكي، مش ممكن، وارد جدا ان هي ما تمشيش معاكي. فدايما مش اي حد يقول لك اي حاجه تقوم جاريه عاملاها وبنات ليها مش نافعه معاكي او تعمل لك مشكله. فركزي كويس. انا شعري جاف. اتنين، انا شعري، لازم اقول لكم الكونديشن او الحاله اللي هو فيها او اللي كان فيها وبقى فيها وانا عايزه اوصل ليه. انا شعري كان عادي، اللون اللي هو الجذور اللي انتم شايفينه ده من سنتين بالظبط، عملته بلوند كله، سحب لون اللي هو بالاكسجين، وبعدين صبغه. حصل الكلام ده طبعا، كل ما بيطلع جذور انت بتعملي الجذور وبتشدي على الباقي. عملت الموضوع ده خلال سنه 3 أو 4 مرات، ففجأة out of nowhere، انا مش بأفور، انا كان طول شعري ولونه، اللي كان بيشوفني بيقول لي هنا الزاهد من كتر ما هو كان الطول ده واللون ده، فجأة out of nowhere بدأ يتقطع من هنا، انتوا متخيلين؟ وهو officially بقى هنا فعلا، انتوا متخيلين؟ خلال سنة بس بسبب سحب اللون والصبغة. فلو انت مهم عندك الطول، مهم عندك صحة شعرك، انسيلي خالص سحب اللون والصبغه. يعني ممكن تصبغي بس بلاش سحب اللون. اذا انت عايزه اللون ده، لان في براند كتير انت بتعملي اللون ده ازاي، ولازم تبقي عارفه اضراره. انا عامله فيديو عن صبغه شعري، هحط لكم اللينك هنا، متكلمه في الموضوع ده بتفاصيل اكتر شويه عن اللون. اللون الاخير اللي انا عاملاه انا ما عملتوش، كانت صاحبتي هي دايما اللي بتعمله لي. اخر مره رحت كوافير متخصص معروف جدا علشان ابقى مسلمه نفسي في ايادي بروفيشنال. تاني حاجة، الروتين ده يعني 80-90% هيت فري، اوكي؟ بعمل هيت بس للقصة علشان انيم الشعر والتمويجة الخفيفة اللي فيه. تاني حاجة، بحاول اقلل كيميكلز. انا مش الكيرلي جيرل ميثود خالص، انا مش عارفة امشي عليها. unfortunately في ناس، في بنات برافو عليهم عارفين يمشوا عليه وناجحين وخدوا الكيرلز الحلوة ديت. انا بالنسبه لي مش عارفه التزم قوي. من الاخر ماليش خلق اقعد امسك كل برودكت وافصصها واطلع منها مش عارفه ايه وده ايه وده ينفع وده ما ينفعش. اهم حاجه انا حاسه ان ملمس شعري حلو وماشي مع البرودكت ده، خلاص. هي دي مقدمه كده سريعه. مبدئيا الشعر الصحي من جوه الجسم وبعدين من بره. لو من جوه انت مش مهتميه بصحتك، مهما حطيتي من بره مش هينفع، والعكس صحيح. اول حاجه تروحي على اقرب كلينك، مستوصف، مستشفى، وات ايفر، تعملي تشيك اب كامل على نفسك. لو في حاجه معينه بتشتكي منها في شعرك، مثلا ليتس سي بيقع، في مشكله ما، جاف، دهني، اشتكي، قولي للدكتوره او الدكتور اللي انت هتروحي لهم المشكله ديت علشان يعملوا في الحسبان في التحاليل اذا في حاجه مور بريسايز. انا هحاول اكتب لكم هنا تحاليل، بس الافضل برضو ان انتوا تستشيروا الدكتور. هتعملوا السي بي سي، وديت صوره الدم الكامله، علشان تشوفوا لو عندكم انيميا. يوجوالي لو عندك انيميا شعرك بيبقى تعبان جدا، انت اصلا بتكوني تعبانه، فتخيلي شعرك هيبقى عامل ازاي. هتشوفي مخزون الحديد والحديد، شوفي بقى الكالسيوم، شوفي فيتامين دي، شوفي الزنك، شوفي الحاجات اللي هي الشعر بيعتمد عليها. ما تروحيش تجري تاخدي فيتامينز بغير ما تعملي التحاليل دي، ارجوكي. طبعا الدكتور ممكن يزود لك عليهم حاجات تانية انا مش هفتي، او ينقص حسب انت هتشتكي له تقولي له عايزه تعملي ايه. عملتي التحاليل، لا قدر الله لقيتي حاجه ناقصه، فبتاخدي لها الحاجه اللي هي ناقصه. ليتس سي مثلا عندك انيميا فهيديكي حديد، فهتاخدي حبوب حديد
علشان نصلح المشكلة دي. لقيتي كل حاجة تمام، يبقى مفيش مانع ان احنا برضو نستشير الطبيب. فيعني في كل جملة انا هقولها في الفقرة الاولى دي بتاعت الصحة، رقم واحد تسألي الدكتور على كل كلمة أنا هقولها. اللهم بلغت، اللهم فشل. أنا مش دكتورة علشان أنصح بأدوية ولا فيتامينز، دي تجربتي الشخصية. ماليش دعوة بأي حد يروح يشتري أي حاجة، دي على مسؤوليتكم الخاصة، أنا ماليش دعوة. عشان موضوع كبير مش صغير، يعني ممكن يكون عندك مشكلة صحية تاخدي حاجة تزودها لك لا قدر الله تعمل لك حساسية، أرجوك استشيري طبيبك الأول. نبدأ من جوه. أولا حاولي غذائك يكون صحي. أنا عارفة الموضوع صعب، بالنسبة لي صعب أنا كمان، بس ركزي على الحاجات المفيدة للشعر. أولهم الجرجير، I love it. أنا عامة أنا بحب الجرجير، فأنا لما بلاقي جرجير قدامي ما برحمه، مش بفضل أكل ولا عمالة بأكل عشان شعري، فاهم اللي هو روح دايركت على شعري. فكلي تفاح، كلي فواكه، كلي خضروات، سلطة، أنا بحب السلطة، حبي السلطة كليها. الأوراق اللي كلها لونها أخضر ديت بتبقى كويسة للشعر. ولو أنت شعرك دهني بلاش تقعدي تاكلي حاجات كتير فيها دهون وزيوت، لأن هي بتطلع في الشعر وفي البشرة لو أنت برضو بشرتك دهنية. الناس بقى اللي شعرهم جاف زي عادي كله فيها حاجات فيها زيوت، بس تكون زيوت مفيدة مش زيوت اللي هي القلي والكلام ده. أوكي، سو أنا ماشية عاملة روتين في الموضوع مع الأكل. الفيتامينز اللي أنا باخدها حاليا، أنا باخد الفيتامين ده واسمه فيتامونت، ودي شكل الحباية أخي. يعني بصي دي آخر واحدة فوق كنت أخدها النهاردة، أخرتها، أنا باخدها الصبح، أخرتها عشان أصور شكل الحباية. سمعت فيدباك كويس عنها إن هي حلوة، أنا حاسة إن هي حلوة برضو، بس أنا للأسف جبت علب يكفوا شهر، كارثة. لازم أقل حاجة تمشي على الفيتامين 3 شهور. قبلها كنت باخد ده، كلمت عنه برضو قبل كده، اللي هو عامل زي الكاندي كده أو الحلويات، ما حسيتوش واو، وكانت مشكلتي معاه إنه مسكر قوي. فده كان شهر وده شهر تاني، ومشكلة ده شوية ممكن الحباية تكون كبيرة بالنسبة للبنات، بس أنا بالنسبة لي عادي. سو النهاردة كانت آخر حباية، وهبدأ في كورس جديد بيرفكتيل، سمعت برضو عنه كتير إنه هو حلو. سمعت كمان عن برايورين ان، اسألي دكتورك قبل ما تاخدي أي حاجة، أنا بوريهالك دلوقتي هرجع وأقول. فده جبت من شهرين، يكفيني شهرين، ده بيتاخد مرتين في اليوم. البيتا مونت واحد بس في اليوم، وكنت باخده الصبح بعد الفطار. على الغداء باخد البيوتين، وده تاني كورس طبعا بتفصلي من النص، ولازم تسألي الدكتور على الموضوع ده، لان الكلى ما بتستحملش كمية الادوية والفيتامينز، لازم تاخد بريك ونقاها من الكمية الحاجات اللي بتدخليها لها. طبعا تشربي مية كتير كتير مع الحاجات دي. البيوتين بعد الغداء، وبعدين بالليل الناس اللي شعرها جاف ان شاء الله هتتبسطوا قوي، الاوميجا 3، اي نوع اوميجا 3، ده الاوميجا 3 المصري. برضو اسالوا الدكتور، لان الموضوع ده ممكن، ده اكتر واحد ممكن يكون في ناس كتير عندها حساسيه منه. الناس اللي شعرها دهني وبشرتها دهنيه ممكن يطلع لهم حبوب، هو مفروض يتاخد مرتين في اليوم، بس انا باخد مره واحده. الناس اللي بشرتها دهنيه او شعرها دهني لو خدوا اتنين هيحسوا ان الزيت طالع يعني، لان انا اختي بشرتها شويه دهنيه وشعرها دهني، حست على طول بالموضوع ده. وغير كده كمان هو مفيد لحاجات تانية كتير. البرفكتيل المفروض بقى ان هو حبيتين، فانا هعمل ايه؟ هاخد واحد الصبح وهاخد واحد بالليل مع الاوميجا 3، او هقطع شويه الاوميجا 3 علشان ما يبقاش تو ماتش فيتامينز عماله باخده. يعني الاول هسال وهعرف هعمل ايه. طيب علشان هتجيلي اسئله، انا حاولت ابقى يعني ملمه بالموضوع على قد ما اقدر. هل البيوتين بيطلع شعر؟ هل الفيتامينز بتطلع شعر؟ الاوميجا 3 انا بتهيألي يعني ملوش دخل قوي بالشعر، هو مكمل غذائي اكتر ما هو حاجه مخصوصه للشعر. مفيش حاجه بتطلع شعر الا لو انت طبيعه جسمك مشعره. يعني انا بالنسبه لي حياتي دي كلها خدت فيتامينز، خدت البيوتين، ما فيش حاجه بتطلع شعر في الجسم لو انت مش مشعره. لو انت مشعره هيطلع عادي، يعني الطبيعي هيطلع الطبيعي وازيد شويه، او ممكن تكون الشعريه اسمك شويه. فالموضوع يعتمد عليكي مش في البرودكت خالص. اوكي طيب السؤال التاني، هل البيوتين او الفيتامينز بتاعت الشعر بتتخن؟ بالنسبه لي عادي، هي مفروض ان هي تخليكي تاكلي، علشان لما تاكلي
انت بتدخلي كمان فيتامينز اكتر للجسم فشعرك يبقى كمان احسن. بس ما مش حاسه ان هم بيفتحوا الشهيه، يعني مش حاسه ان انا بجوع بقى وعايز اكل. بالعكس انا الفتره اللي فاتت اصلا كنت خاسه، ولما باخدهم مش حاسه ان انا باكل زياده. العادي اكلي طبيعي جدا الا اذا انت بقى بتاكلي كتير، دي حاجه تانية. طيب اخر سؤال برضو يخص الحاجات دي، انا بعمل ليزر ينفع اخدهم وانا بعمل ليزر؟ للاسف ما عنديش اجابه للسؤال ده. الاحسن انك تسالي العياده او الكلينيك او اي حاجه اللي انت بتعملي فيه الليزر اذا ينفع تاخديهم وانت بتعملي ليزر. ما عنديش اجابه اهو علشان ايه ابقى غطيت الموضوع كله. اخر حاجه، البنات الحامل او اللي عايزه تحمل او المتجوزه بليز ما تاخديش اي حاجه برضو الا لما تسالي دكتورك اذا تنفع لك لا، خصوصا الحوامل ارجوكوا الموضوع يعني ما بنهزرش، موضوع خطر اوكي، ممكن يؤذي البيبي. ما تاخديش اي حاجه الا لما تسالي دكتورك تنفع تاخديها في الحمل ولا لا، والارجح هنا هيقول لك لا. اخر معلومه انا مش عارفه هي صح ولا لا، بس حتى لو مش صح انا حاسه انه يعني اتس جود اتس نوت باد، هي ان انا باخد بريك من كل الفيتامينز 5 ايام معينين في الشهر بتهيألي فهمتوا. الخمس ايام دول بيقولك انه ريحي جسمك اصلا من اي حاجة من اي ادوية بتاخديها، كده كده جسمك تعبان. فانا بفصل خالص ما باخدش اي فيتامينز ولا اي حاجة. طيب لو انت عايزة تطولي شعرك، التارجت بتاعك ان شعرك يطول الاطراف بتاعته مش كل شويه تروحي تقصي، انا عارفه ان في ناس ايديها دايما بتاكلها وبتبقى ما بتصبرش على شعرها. يا جماعه لو عايزه شعرك يبقى طويل طويل مثلا زي اخر ظهرك وانت مثلا هنا، انت ممكن تاخدي من 2 لـ3 سنين علشان توصلي الطول ده، مع الالتزام بالحاجات اللي هي بتساعد على تطويله، وان انت ما تفضليش كل شويه تقصي منه وما تهلكهوش بالصبغه، لان الصبغه اصلا بتقصف، فطبيعي انك هتفضلي تقصي فمش هتوصلي للليفل ده في الوقت ده. برضو المعدل بتاع النمو بتاع الشعر بيختلف من واحدة للتانية، في واحدة شعرها بيطول بسرعة، في واحدة شعرها بطيء، في واحدة نص نص. فمعدل من 2 لـ3 ده اعتقد ان هو الافريج، في ناس اسرع في ناس اكتر كمان. طيب انا بالنسبة لي انا بعمل ايه؟ انا اولا بحب اقص شعري في الـ3 ايام اللي هم في نص الشهر الهجري، اللي هم 13 14 15، لما الامر بيكون كامل انا بحب اقص شعري، لانه بيقولوا انه لما بتقصيهم في الـ3 ايام دول بيسرع عمليه نمو الشعر. معرفش اذا معلومه صح ولا لا، بس انا يعني بعمل كده وما بقصش، يعني بيقول لك حتى لو خدتي حاجه قد كده بس. فانتي بتشوفي بتحسي ان الاطراف تعبانه قصي الحاجات اللي تعبانه، بس مش كل شويه ومش كل شهر بتعملي الحركه دي، حسب انتي شايفه شعرك اطرافه عايزه تتظبط كل دي. لو انت بتستخدميش الهيت، لو انت ما بتصبغيش مش هتحتاجي تعملي الحركه دي كتير، يعني مثلا انا بقول كل 3 شهور برضو يعني كتير. انا كنت بعمل كده ممكن شهر او شهر لا، يمكن شعري تعبان والصبغه والحاجات دي كنت بعمل كده. بس لو انت ما بتعمليش حاجه تاذيه خلي الموضوع كل 4 شهور 3 شهور زي ما انت هتشوفي. نيجي بقى للحاجات اللي هنحطها من بره. اولا ينشقوا الى قسمين، زيوت وحمامات كريم. تعالوا نتكلم الاول عن الزيوت، واول حاجه عايزه اتكلم عليها ان في ناس كتير قوي كانت مستنيه رايي في الموضوع ده، هي الزيوت الهندي. ودول الزيتين اللي انا جربتهم، وده زي ما انتم شايفين مخلصاه على الاخر، وده لسه فاضل فيه شويه. ده المفروض انه بيتقل وده المفروض انه بيطول، وانا مخلصه ده على الاخر لان انا كنت عايزه شعري يطول بعد طبعا ما اتجزر كده. مش حاسه يعني، هو كاتبين ان هو هيطول مش عارفه كام سنتيمتر في خلال شهر وكام سنتيمتر شهرين اي كلام في البتنجان، ما حسيتش اي حاجه. والمفروض انك تحطيه مرتين، وريحته صعبه، وانا ما عنديش مانع مع الروايح خالص، يعني بصوا as long as ان انا قاعده في بيتنا مفيش حد متاذي من الموضوع عادي، بس هو ريحته فعلا صعبه. ما حسيتش يعني I'm being clear الصراحه ما حسيتش. اوكي والزيت التاني ده قعدوا قالوا ان هو سحر وشقلباظات وبيتقل ومش عارفه ايه، اوكي جايب نتيجه. انا عندي الحتتين دول فيهم فراغات، اوكي طلع فيهم شويه شعر بس مش واو. يمكن ارجع اقول يمكن، لان انا الصراحه ما كنتش منتظمه في ده زي ده، لان ده دخل عليه زيت انا جبته هو بتاع عبد الصمد القرشي، ولانه بيطول فسبت ده ورحت لده وما كنتش يعني فاهمين. المهم ما اديتش ده حقه وما اقدرش احكم عليه قوي،
بس برضو مش الانبهار كانوا كاتبين عليه اشعار وسحر وبتاع. اوكي بيطلع بس بالراحه عادي. اجين طبعا ريحته صعبه. سو خلاص ان الزيوت الهندي مش زي ما يعني مش حاسه ان هي تستاهل الضجه اللي هي خدتها. نيجي بقى للزيت ده، زيت جدايل من عبد الصمد القرشي. وعلشان الناس اللي قعدت تقول لي ريحته، يا جماعه حتوا لو شميتوا ريحه الزيوت الهندي هتعرفوا ان ده مسك. اوكي انا لسه يعني بص انا مش عارفه اذا باين ولا لا، انا لسه ما لحقتش استخدمه كتير ف مش عارفه اقول لكم ايه الصراحه، لسه محتاجه اجربه. بس انا سمعت عنه فيدباكس كتيره حلوه. الزيت المفضل عندي اللي انا بحبه هو زيت الخروع ده. شايفين شكله؟ لا يعني الازازه ضايعه. وبصوا هو اصلا قربت اخلصه. انا بحب احط الزيت ازاي؟ بحب احطه في فروه راسي، بس ما بحبش انزله على شعري من تحت لان انا شعري جاف والزيوت بتنشف الشعر معايا. في ناس عادي. انا واحده من الناس زيت جوز الهند كاني حرقت شعري بولعه لو حطيته على شعري. للاسف زيت جدايل فيه جوز هند، بس انا بحاول يعني ما احطوش كتير علشان جوز الهند ما يأذيش شعري، وبحطه بس في الفروه. الزيت اللي انا بحبه وبحسه دايما ماشي معايا هو زيت الخروع، وهو بيطول. مش انا مش محتاجه اقول، معروف ان هو بيطول الشعر جدا. فبرضه نفس الحكايه بحطه في فروه الراس. دايما بحاول التزم باللي مكتوب على العلبه بتاعه الزيت. يعني مثلا الزيت ده كان بيقول لك تحطيه بالليل وتفضلي نايمه بيه للصبح، عشان كده برضه من الحاجات الصعبه انك تعمليها. ده كان بيقول لك حطيه من ساعه لساعتين تقريبا، مرتين في الاسبوع. زيت جدايل ساعه اعتقد من مره لمرتين برضو في الاسبوع. فبحطه في فروه الراس، وبعدين باجي على بقيه شعري بعمل ايه؟ بندي، يعني بحط ميه خفيفه عليه اخليه مبلول، مش مبلول يعني مبلول شويه بس مش لدرجه اللي هو اعصره ينزل ميه، فاهمين الفكره؟ وبعدين بحط اي ماسك عندي، حمام كريم يعني زي ده مثلا. ده احلى واحد، عشان كده النهارده هو الوحيد اللي هطلعه. احلى واحد جربته خصوصا الفتره اللي فاتت وشعري متدمر، كان ناشف. يعني مهما احط له كونديشنر، مهما اعمل له حمام كريم، ما فيش حاجه كنت بحسها بتجيب من الاخر زي ده. لو عايزين خدوا سكرين شوت. اوكي انا عارفه ممكن يكون غالي شويه، بس انه فعلا تمنوا فيه، فعلا فعلا تمنوا فيه. هو مكتوب عليه للهاي بروسيتي. موضوع البروسيتي دوت اللي هو المساميه بتاعه الشعر، انا ما اعرفش برضو مسامين شعري ايه، بس هو ماشي جدا مع شعري. فواضح ان انا ممكن يكون شعري هاي بروسيتي. كونديشن وريفايفز دامجد وكولر تريتد هير، وانا طبعا مصبوغ شعري فهو محتاجه. وهو للاول هير تايبس، لكل انواع الشعر. فبحطه على الشعر وبنقعد بقى بيه ساعه، ساعه ونص، ساعتين، زي ما انت عايزه. ممكن مش لازم هير ماسك، حطي اي كونديشنر عندك، اي بلسم عندك حطيه على شعرك. ممكن تحطي ماسك طبيعي من عندك في البيت، شويه زبادي. اي هعمل لكم وصفات طبيعيه للشعر برضو هتعجبكم جدا. اي حاجه. فانا بحط في الفروه زيت وعلى بقيه الشعر حاجه تغذي. كنت بعمل ايه بقى؟ عشان برضو في ناس كتير سالتني عليه واخباره ايه وحلو ولا مش حلو. الصراحه هو كان حلو قوي، كان اوكي. اللي هو الهيت كاب ده بتلبسيه في شعرك في راسك وبتحطيه في الكهرباء وبتقعدي، بيعمل حراره بيسخن فيفتح مسام فروه الراس والشعر، فيستفيد اكبر كم من اللي انت حطاه. طبعا يعني انا كنت مبسوطه قوي بيه لحد ما امبارح. طبعا انا لما وريت ان انا جبته في قعدت تقول لك بيعمل كهرباء على المخ، وفي قالت لك حاسبه تتكهربي فكنت حاسه ان الناس يعني اوفر شويه، لان الموضوع مش كهرباء، هو بيعمل هيت بس. اوكي هو الكهرباء واصله له، بس امبارح حصلت حاجه الحمد لله، يعني ربنا ستر. فواضح ان هو مشروع فاشل اللي بيكون في الكهرباء ده يا جماعه. بس برضو هو الغلط مني انا، برضو انا كنت لابسه توكه كلبس البلاستيك دي عارفينها، يعني حاطه الزيت وحاطه ماسكه شعري بالتوكه البلاستيك. بصوا اللي حصل. اولا البلاستيك سخن فسيح هنا، فانا قاعده في امان الله وسمعت. اوكي ده انا لاحظت دلوقتي كمان السوسته ساحت وهنا في لون غريب. اوكي انا فجاه سمعت صوت، عارفين صوت الكهرباء اللي هو ده؟ سمعت فقمت قلعاه بسرعه ورميته على الارض قدامي. ف
فلقيت فيه شراره جوه، قمت على طول طبعا فصله من الكهرباء وكده ودعته خلاص، البلاستيك اللي جوه ساح. فطلع مشروع فاشل مع انه كان حلو قوي 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 قوي، يعني هو حلو بس اتس دينجرس، فعلى ايه؟ ف باي باي. فنرجع بقى للطرق البدائيه، ده شاور كاب عاديه جدا من غير كهرباء ولا وجع دماغ. ممكن تحطيه تحت ميه سخنه وبعدين تقومي لابساه، او تعملي فوطه تحطيها برضو في ميه سخنه وتعصريها كويس وتقومي لفاها على شعرك وبس كده. نرجع تاني او من غير ميه سخنه ولا حاجه، المهم انك تلبسي شاور كاب علشان الحراره بتاعت راسك تسخن الشعر فتستفيد منه. دلوقتي بقى هنخش بعد ساعه ونص او ساعتين او ساعه وات ايفر هغسل شعري. سمعنا طبعا كلنا عن الشامبو لو سلفيت فري وبارابين فري ومش عارفه ايه فري وفيجن ايه اوكي الموضوع يا جماعه سمبل خالص. ده شامبو اهو ما فيهوش كل الكلام ده، فري من كل حاجه في الحياه وحلو جدا، وهو المفروض ان هو هايدريتنج للشعر، مش احسن حاجه في الحياه بس اهو مش مضر على قد ما نقدر للشعر. بس محدش لاحظ انه بيحس انه شعره ما نضفش كويس مع الاستخدام بتاعت الحاجات دي؟ فعلا لما عملت سيرش بيقولك انه مره في الاسبوع استخدمي بقى حاجه فيها الكلام ده علشان تشيل الدهون والزيوت والكلام. تخيلوا بقى انا بعمل حمام زيت مرتين في الاسبوع، فانت بتخيل كميه الزيوت اللي بتفضل قاعده. انا بالنسبه لي الصراحه مش مأساة، يعني عادي، لان انا شعري جاف، فالزيوت اللي بتقعد مش مؤذيه خالص. الناس اللي بتقعد تقول لي لا مش كويس لفروه الراس، يا جماعه انا ما بعانيش من اي مشكله لما الزيت يقعد على شعري، عادي خالص. اذا انت بتعاني من مشكله خلاص ما تعمليش الحركه دي. المره بقى في الاسبوع اللي انا بعمل فيها شامبو عادي، بستخدم الشامبو ده من لاكمي ولونه بيربل علشان انا شعري بلوند، فالبلوند بيقلب اورنج اصفر كده، اللون بتاعه بيبوظ، فبتحتاجي تعملي له رنساج زي رنساج او تظبطي اللون باللون ده. لما تحط مومي بيطفي الصفار ويرجع له اللون الرمادي البلوند الحلو ده. لو انت شعرك مش بلوند طبعا مش هتستخدمي ده، هتستخدمي اي شامبو عادي عندك. طيب بعد فقره الشامبو بستخدم، اليوم اللي انا هستخدم فيه الشامبو ده هستخدم الكونديشنر بتاعه، واليوم اللي انا هستخدم فيه الشامبو البربل بستخدم الكونديشنر بتاعه. هو مش من لاكمي، ده من هاسك وبالارجان اويل. اوكي ده لسه جديد الصراحه، ما جربتوش، هبقول لكم رايي فيه لو عايزين، علشان اللون يبقى حلو. اللي هتخش تقولي قولي لنا على شامبو حلو يا جماعه، المهم انه يكون مناسب ليكي انتي. انا حاليا ده مش احلى حاجه بس اهو هادي، يعني مش مؤذي لشعري، ما اقدرش اقول عليه احسن حاجه، بس انا كشعر بلوند فالميكس دوت حلو جدا بالنسبه لي. بعدين غسلتيه وعملتي له كونديشن وبقت الدنيا حلوه خلاص، حذاري بانك تمسكي شعرك وتقومي عامله كده، حذاري، شغل العصر ده ما ينفعش خالص. كل اللي تعمليه اضغطي بس كده عليه بالراحه، نزلي الميه الزياده وسيبيه، يعني دوسي كده على راسك الاول عشان تنزلي كل الميه هنا، وبعدين تضغطي تضغطي تضغطي. طبعا انا على ما بنشف جسمي كده بسيبه شويه الميه اللي فيه برده، واتاكد تاني اعصره كمان مره بنفس الطريقه، وبعدين سوري يعني لو الفوطه شكلها غريب شويه او فيها حاجه، ده من شعري مش كويس انك تنشفيه بالفوطه العاديه، فده اللي انا برضو عرفته. فبيقول لك بفوطه سلك او فوطه مايكرو فايبر، حوار كده يعني انا مش لاقياه. فبيقول لك لو مش لاقياه ايه البديل؟ اي تي شيرت قطن عندك، اي حاجه قطن، دي فانيلا هي مقصوصه عادي خالص، اتس اوكي مش حوار يعني. وبلف فيها شعري، بجيبه قدام وبلف فيها شعري، وبعدين بحط ايه الفوطه دي عشان تسحب الميه من الفوطه دي. فوطه شعر بصوا بيكون فيها هنا زي استك، ساعات يجي بيكون فيها زرار ونازله كده، بتركبيها على راسك بالمنظر ده تمام، وبتلفيها وبترفعيها كده. الله، بقعد شعري كده مثلا بتاع نصايه جوه. برضو في ناس بتقول لك مش كويس تفضلي عامله كده، انا بالنسبه لي بخرج معظم الميه في الفوطه بالطريقه دي، على ما بحط البادي لوشن ورش السبراي واعمل الحركات بتاعتي، وبعدين افكه وانشفه بالفوطه القطن دي، انشفه اضغط فيه، وبلاش الحركه الاوفر المستفزه دي، لا تضغطي تضغطي كده
تطلعي الميه الزياده، وبعدين بقعد مثلا 10 دقايق مثلا ربع ساعه قاعده بيه كده يتهوى برده وينشف شويه. اوكي، الخطوه الاولى اللي انا هعملها دي في ناس كتير مش هتستحملها، في ناس كتير هتقول لي غلط مش كويس. يا جماعه بتمشي معايا من سنين بعملها، وهي اللي بتساعد شعري ان هو يطول، وهي ان انا بجيب زيت الخروع بحط حاجه خفيفه جدا على اطراف اعصابي وبحطها في فروه الراس، مش كاني مش بعمل حمام زيت، لا حاجه خفيفه خالص. انا بركز في المناطق ديت عشان فيها فراغات، الحته ديت دايما الشعر اللي فيها بيتاذي بسرعه من الصبغه. احط في فروه الراس حاجه خفيفه، وبعدين ببدا احط بقى السيروم بتاعي اللي هو لاكمي. عشان في ناس سالت هو فيه سيليكون ولا لا، هو مش مكتوب سيليكون بالسيليكون، بس ممكن يكون من المكونات ديت حاجه من مشتقات السيليكون انا مش عارفه. بس هو بارابين فري و بي اي 6 اس فري ومينرال اويلز فري، وهو للشعر التالف. فانا بالنسبه لي هو بيدي ملمس ناعم للشعر، بيخليه مترطب، فانا بحبه جدا وما اقدرش استغنى عنه الصراحه. انا من يوم ما فتحت القناه وانا بتكلم عنه، هو سيرم من لاكمي. وكمان حاجه ساعات بحب اخلطها مع السيرم هو من انكتو الارجان اويل ده، لو عايزين خدوا سكرين شوت. برضو بيدي ملمس ناعم كده وبيرطب الارجان، معروف ان هو بيرطب. وبعدين بسرح شعري بفرشه خشب. اوكي، ليه خشب؟ الخشب بيقولون هو اكتر شيء مش مؤذي وحنين على الشعر. وتسرحي ازاي؟ تسرحي من تحت، من تحت تبدأي تطلعي لفوق، بلاش تقومي عامله من فوق كده بتقطع الشعر الحركه دي، ومش بتساعدك في ان شعرك يتسلك لو هو من اللي بيتكعبل بسرعه. فمن تحت تبدأي تطلعي لفوق. في المرحله دي بعد ما اكون خلاص سلكته بيكون تقريبا بقى 50% لسه مبلول. بعمل ايه؟ لان انا شعري كيرلي، انا اصحاب شعري كيرلي، وانا ما بحبوش ليس. اوكي، وما اعرفش طريقه هيتلس علشان يبقى ليس غير الطاقيه، فاكرينها بتاعت زمان ديت اللي بمها اتعلمتها لنا. اعتقد في بنات عاملين على اليوتيوب الطريقه بتاعتها، اعملوا سنوش يعني. بس انا بحب شعري كيرلي، وانا زي ما بقول لكم انا بحاول ابقى هيت فري، لان الهيت اكتر حاجه بتدمر لي شعري اكتر من الصبغه، انتم متخيلين. فبستخدم حاجتين في الحاله دي، يا اما دول الفلاكسي رودز، اخيرا حفظت اسمهم، اللي هم اسمهم لفاليف، انا مسميهم لفاليف. ماشي يا جماعه، هي سفنجة كده وبتلفي شعرك عليها وبتقومي تانيها عاملاها كده، والصراحه مريحه، ممكن تنامي فيها عادي. بنام بيها مثلا بالليل الصبح يكون شعري ناشف، اصحى افكه واو. بس ديت الكيرلز بتاعته ضيقه شويه. وتاني حاجه بعملها وهي اللي انا مدمناها الفتره دي هم دول برضو، انا مسميهم لفاليف والصراحه ما اعرفش اسمهم ايه، برضو كنت اتكلمت عنهم قبل كده في فيديو مشتريات. دول بقى ما بعرفش انام بيهم، مزعجين وبيوجعوا جدا، وانت اصلا وانت قاعده يعني بيهم يعني نوعا ما شويه مزعجين، فما بالك وانت نايمه. بس بيطلعوا شكل الشعر ولا اجداحك وفر يعني، واو الصراحه. بيجي معاها العصايه دي وفيها هوك كده بتدخليها وبتشبكي خصله الشعر هنا، وبعدين تقومي مدخله الخصله جوه تفضل قاعده، وبعدين تشديها بالراحه. في ناس قالوا لي بيقطع الشعر ومش حلو، انا بالنسبه لي خالص الكلام ده، واعتقد ان هي للشعر القصير، لان يا دوبك هي في دلوقتي بقى في خصل بقت تطلع من هنا، يعني لو شعر طويل مش هيكفي، فحاولي تجيبي اللي هي للشعر الطويل. بس دي بقت الادمان، انا كل ما اخرج من الشاور لازم احط شعري فيها. واو واو، احلى اختراع في الحياه. طبعا انت مش لازم تقعدي بيهم ساعات كتير، انت ممكن تقعدي تعمليه بالسشوار فيخلص بسرعه، لو انت مثلا عندك خروج او حاجه مثلا وعايزه شعرك يتعمل تعمليه بالسشوار يخلص بسرعه. بس طبعا هنا انا بالنسبه لك عايزه واحده ابقى هيت فري، ملهاش لازمه الحركه دي. وبكده اكون خلصت كل حاجه انا بعملها في الروتين. ومن اهم الحاجات اللي انا نسيت اقولها لكم مع الفيتامينز، انا كنت بقول لكم اشربوا ميه كتير علشان الفيتامينز، بس كمان اشربوا ميه كتير علشان شعركم وبشرتكم. الميه مهمه جدا 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 في الحالات اللي زي دي. طبعا في حاجه كمان يعني بيتصحوا بيها، ان كيس المخده اللي انت بتنامي عليه يكون سلك او من الحرير. انا موصيه لواحد ان شاء الله هيجيبه علشان ما يأذيش برضو الشعر ويقصفه.
فلو قدرتي تجيبيه اوكي، لو ما قدرتيش تقدري تفصلي واحد، تجيبي القماش من عند اي حد بتاع قماش وتفصلي كيس مخده حرير. شعري متحسن جدا عن اللي كان حصل له، طبعا اتحرق واضطريت ان انا اقصه، والحمد لله بقى اهدى كتير. بحاول ان انا ما اصبغش كتير الجذور على قد ما اقدر، مع ان الكوافيره كانت قالت لي بعد شهرين تعالي لازم نعمل الجذور. الصراحه عملت سكيب وقلت هروح وقت ما احس ان انا عايزه اروح وخلاص. اتمنى ان انا اكون افدتكم بان شاء الله معلومه واحده، وهو ده الروتين اللي انا بعمله. ممكن تكون حاجات كتير بس فعلا 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 فارق معايا، وشعري شكله حلو وملمسه حلو وصحي وحيوي ومرطب ومش ناشف. لو بتعملي حاجه فارقه معاكي اكتبيها لنا تحت في الكومنتس عشان كلنا نستفيد. وبس كده، لو عجبك الفيديو ده اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايك، واعملي شير كتير مع صحابك عشان يستفيدوا. واهم حاجه ما تنسيش تابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على الفيسبوك تويتر انستغرام وسناب شات، واكيد على اليوتيوب. هتلاقي كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، وكمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.